تعالى وبركاته. هذا المؤتمر الصحفي الذي وعدناكم به تأخر لمدة يوم لبعض الظروف وإعداد التقارير خاص باللجنة العليا للطوارئ الصحية. اسمحوا لي في الأول، ونحن اليوم تمر علينا ذكرى اليوم الأول لفضل الاعتصام 3 يونيو، أترحم على شهدائنا الكرام الذين بذلوا الدم والروح فداء لهذا الشعب ولأهدافه الوطنية العليا. نسأل الله أن يتقبل شهدائنا. نتقدم مرة أخرى بالتعازي لأسرهم، وأجدد أنه نحن أمام مسؤولية تاريخية في تحقيق العدالة والقصاص للشهداء ومعاقبة من ارتكبوا هذه الجريمة. ثم الهدف الثاني هو أن نكون أوفياء للأهداف التي قدموا أرواحهم ودماؤهم من أجلها، وأن نعمل على تحقيقها. معي في هذا المؤتمر الصحفي الأستاذة لينا الشيخ، وزيرة الرعاية، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، والفريق منور عثمان نود نائب رئيس هيئة الأركان إدارة، والفريق عثمان يونس نائب المدير العام لقوات الشرطة، المهندس إبراهيم عدلان المدير العام للطيران المدني، والدكتورة هبة أحمد الأمين العام للهيئة العامة للاستثمار ممثلة للقطاع الاقتصادي. اللجنة العليا للطوارئ الصحية عضويتها كبيرة جدا، فيها أعضاء من مجلس السيادة، فيها عدد من الوزراء، وفيها ممثلين لقطاعات مختلفة، ومن نحن نأتي هنا كممثلين للجنة العليا لم يكن ممكن طبعا أن تأتي كل اللجنة العليا. اللجنة العليا للطوارئ الصحية كونها مجلس الأمن والدفاع، وبالتالي هي بتعمل بوجب اختصاصات حددها لها مجلس الأمن والدفاع، تناقش القضايا والأوضاع المختلفة وتتخذ فيها قرارات، وإذا كانت القرارات أعلى من مستوى اللجنة بيتم رفع القرار كتوصية لمجلس الأمن والدفاع، وهو المخول باتخاذ القرار في النهاية، ولكن يتم ذلك بالتأكيد في إطار من التشاور والتعاون والتفاهم. اللجنة العليا كما ذكرت ممثلة فيها كل القطاعات. صحيح إنها هي اسمها لجنة الطوارئ الصحية، وبالتالي الجهة الفنية الموجودة فيها هي الجهات الطبية والصحية، ممثلة في وزارة الصحة، إدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة وفي الشرطة وكذا. ولكن في نفس الوقت نحن قبل أن نتخذ أي قرار إلى جانب الرأي الفني من الجهات المختصة بنراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية لكل القرارات، ولهذا كل هذه الجهات ممثلة في اللجنة العليا تتدارس القرارات، تتدارس الأوضاع الصحية والإجراءات التي يجب اتخاذها من كل الجوانب ثم تتخذها. ولذلك نحن في اللجنة العليا للطوارئ نتحمل مسؤوليتنا كاملة كلنا كأعضاء فيما تم اتخاذه من قرارات ومن نتائجه. لا نجزم بالتأكيد أنه كل ما اتخذناه قد يكون صحيحا 100%، هذا شيء طبيعي جدا، ربما حتى بعض ما اتخذناه من قرارات يعني لم يكن منفذا بالكامل. كل هذا نتحمل فيه مسؤوليتنا، نعمل بقدر ما نستطيع أن نحقق هذه الأهداف، ونعلم أننا مسؤوليات كبيرة. صحيح أنه هدفها الأساسي هو المحافظة على صحة الشعب السوداني، ولكن كما ذكرت بنراعي كل هذه الأبعاد. اللجنة في قرار الذي رفعته كتوصية لمجلس الأمن والدفاع قبل يومين وأقره مجلس الأمن والدفاع، أقر تمديد الحظر مرة أخرى لأسبوعين. بعض الجهة الفنية كانت تفضل أن يكون 3 أسابيع، لكن الاعتبارات كما ذكرت، دراسة كل الاعتبارات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيره، تقرر أن يكون لأسبوعين. وتم تمديد فترة السماح بدل من تنتهي الساعة 1 إلى الساعة 3 ظهرا، ولكن بالتأكيد مع هذا القرار هناك إجراءات وقرارات أخرى بتتخذها اللجنة ومسؤولة عن متابعتها. نحن لسنا وحدنا في هذا الأمر، يعني في مسألة تطبيق الحظر الجوال نوع من أنواع المعالجة. نحن استفدنا من التجربة العالمية. الجائحة هي كارثة عالمية ألمت بكل دول العالم في كل قاراته، والإجراءات الصحية التي اتفق عليها منظمة الصحة العالمية وتجارب الدول كلها أنه أول خطوة صحيحة في معالجة هذا الأمر ومكافحة الجائحة هي تحقيق التباعد الاجتماعي. ولهذه كل تقريبا معظم دول العالم إلا قلة منها
لأسباب وظروف مختلفة طبقوا مسألة الحظر بشكل كامل أو جزئي حتى يحققوا التباعد الاجتماعي، بالتأكيد مع الإجراءات الصحية والطبية الأخرى. كل بلاد طبعا حسب ظروفها وقدرتها، هناك بلاد طبقت الحظر الكامل لمدة 24 ساعة، وهذه لديها إمكانيات وقدرات بحيث أنه توصل إلى الناس في منازلهم كل ما يحتاجون، وبالتالي لم يكن هناك من داعي ومن معنى لخروج الناس. في دول أخرى ومنها نحن ربما لم نكن نستطيع أن نطبق حظر كامل 24 ساعة لفترات طويلة، ولذلك سمح بفترات سماح حتى يستطيع الناس أنه يتحركوا ويلبوا احتياجاتهم اليومية. المجهودات سأترك لكل ممثل لواحد من القطاعات أن يتحدث عن ما يليه في هذا الجانب. نحن طلبنا أن نتلقى أسئلة وفعلا تلقينا عدد كبير جدا من الأسئلة، قمنا بتصنيفها وتوزيعها على ممثلي القطاعات، وهناك أسئلة عامة سنجيب عليها في نهاية المؤتمر الصحفي. لم نهمل أي سؤال من ضمن الكثير جدا من الأسئلة، ابتدت بأنه أنا أعلم أنكم لن تطرحوا هذا السؤال أو أنكم لن تعرضوا وجهة نظري أو لا أعتقد أن لديكم الشجاعة، وليس لدينا كما ذكرت ما نخفيه. نحن نتحمل مسؤولية وطنية وكمسؤولين في الدولة بممثلي القطاعات المختلفة، ونعمل ما نستطيع في تحمل هذه المسؤولية، وكشف حسابنا مفتوح أمام شعبنا ومفتوح أمام الرأي العام. أنا أبتدي بداية بتقديم الدكتورة هبة أحمد، هي كما ذكرت الأمين العام للهيئة العامة للاستثمار، لكن أيضا هي ممثلة للقطاعات الاقتصادية وزارة المالية والتجارة والصناعة، لتتحدث عن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال من قبلهم. السلام عليكم ورحمة الله. دعوني أترحم على الأموات وشهداء الثورة. قبل ما أبتدي، قامت الحكومة السودانية بوضع أكثر من 100 إجراء احترازي تقريبا في جميع المجالات. أنا اليوم حتكلم عن الاستعدادات والإجراءات الاقتصادية. البند الأول فيها هو توفير الموارد الداخلية. في أول أسبوع من أبريل اعتمدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برنامج استثنائي لتسوية منحنى الركود الاقتصادي المصاحب للكورونا وتوفير الموارد اللازمة لمكافحة المرض. البرنامج تكون من 5 مرتكزات كلها هدفت لتخفيض آثار الجانحة على الأفراد الشركات والأسر بتكلفة تتراوح ب 100 مليار جنيه سوداني. المرتكزات كان فيها دعم للقطاع الصحي والبنية التحتية المصاحبة له، تمويل السلات والتحويل النقدي المباشر لدعم الأسر، تمويل برنامج الجمعيات التعاونية للسلع الأساسية، وإعانات البطالة والشركات التي قد تتأثر بالجائحة إذا لزم ذلك. طبعا برضو قمنا بتسريع تفعيل الهيكل الراتبي الجديد. صاحبت الإجراءات والمجهودات دي مجهودات مقدرة برضو من وزارة الخارجية والجهات الأخرى التي تحركت في مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات المانحة في الداخل والخارج، مع التركيز طبعا على الدول الشقيقة والصديقة. وصلتنا إلى اليوم ما يعادل 40 إلى 50 ألف طن من المواد والمستهلكات الطبية والأجهزة والمعينات كدعم عيني، بلغ مجموع الالتزامات والوعود والأموال قيد التنفيذ ما يعادل حوالي 158 مليون دولار. استلمنا فعليا منها 26 مليون دولار في 5 أنواع من المبادرات. المبادرة الأولى هي جاتنا من المجتمع المحلي والمدني والمغتربين وسودانيين المهجر والقطاع الخاص الوطني ومنظمات المجتمع الدولي والبنوك التنموية، وأخيرا وليس آخرا الدول الصديقة. نشكر الجميع في تقريبا مساعدتنا في الجانحة دي، ويعني نتمنى أنه نمر منها بسلام. في إجراءات طبعا اقتصادية أخرى تانية يمكن المواطن يعني ما يكون على علم بها مباشر، مثلا ألغى بنك السودان التعاميم الصادرة من قبل، وأصدر بنك السودان اليوم منشور للسماح للبنوك بالعمل من الساعة 8 صباحا لـ1 ظهرا،
والسماح بالتعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع المصارف العاملة بالعاصمة والولايات من الساعة 8:30 ل 12 ظهرا، مع اتخاذ طبعا جميع التدابير الصحية، وأيضا التركيز على صيانة وتقنية الصرافات. المنشور ده طبعا حيكون فعال من يوم 7 يونيو. أيضا طبق البنك المركزي إجراءات مؤقتة خاصة بتخفيف الآثار المترتبة على الجائحة والحد من الآثار الاقتصادية السالبة، تتضمن الكثير منها لكن حذكر على مثيل على كمثالات، يعني تمديد فترة بقاء الحصيلة بحساب الصادر لفترة شهرين بدل من شهر واحد، تمديد فترة استرداد حصيلة الصادرات شهرين إضافيين، تمديد فترة بقاء الموارد المضافة لحساب الاستيراد تبقى فترة شهرين بدل عن شهر واحد، وتجميد طبعا العمل بالفقرة من منشور الإدارة العامة للرقابة على المصارف واللي هي الخاصة بقفل حسابات أي عميل ترتد من حسابه 3 شيكات خلال فترة 6 أشهر. ده طبعا كله إيمانا منا إنه يعني حتواجه المواطنين أكيد يعني ظروف صعبة بسبب الإغلاق وكده. في مجال الدفع الإلكتروني ألزم البنك المركزي المصارف على إجراء تسويات نقاط البيع بصورة يومية وفق ملف التسوية طبعا، تمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي انتهت صلاحيتها إلى نهاية العام بدل من 30 يونيو. أيضا عدم مصادرة البطاقات في ماكينات الصراف الآلي بخلاف طبعا إنه لحد ما فترة الجائحة تمر. في إجراءات طبعا كثيرة اقتصادية أخرى، منها مثلا إجراءات وزارة التجارة والصناعة اللي هي سمحت لجميع المصانع والفئات العاملة على توفير السلع الاستراتيجية زي الدقيق والسكر والمواد الأخرى بالعمل أثناء الفترة. وإن شاء الله يعني نسمع أسئلتكم، ونحن نتمنى للشعب السوداني أنه نطلع من الجائحة دي بأقل الخسائر الروحية، والذين عندهم يعني أي وفيات بسبب الكورونا نعزيهم، ونتمنى أنه يعني الجائحة نطلع منها بأسرع ما يمكن. وشكرا. أستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية تتحدث كمتحدث ثاني في هذا المؤتمر الصحفي. السلام عليكم. التحية والتجلة للشعب السوداني معلم الشعوب، الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وكل الأمنيات بشفاء العاجل للجرحى والعودة للمفقودين. تمر علينا في هذا اليوم ذكرى أليمة تحولت ببسالة الشعب السوداني البطل إلى رمز للعزيمة والإصرار، ومن رغبة الجلاد لكسر إرادة الشعب إلى إرادة باسلة تأبى الهزيمة. يوم صعب، لكن أحب أكد أنه نحن على الوعد والعهد باقون. قامت الثورة لأجل الحرية والسلامة والعدالة، وقامت لأجل العدالة الاجتماعية ولكرامة الإنسان السوداني. بادرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من وزارة المالية بالمقترح دعم الأسر الأكثر تأثراً بالجائحة وبالحظر والقطاع الغير مهيكل. أنا حابة أدي فكرة شوية عن بعض الإنجازات المختلفة تمت من الوزارة والوحدات المختلفة وبالذات للمشروع دي. المشروع ده عبارة عن توزيع كان سلة معينات غزائية لدرء الآثار الاقتصادية، بعض الآثار الاقتصادية لحظر التجوال، وبرضو توزيع دعم عيني عن طريق كروت في المناطق اللي ممكن تكون فيها خدمات وقريبة من الأسواق. منذ بداية انطلاقة المشروع وصلنا لأكثر من 250,000 أسرة في محليات الخرطوم المختلفة، وتوزع 80,000 كرت يعني ل 80,000 أسرة أيضا الدعم النقدي. نحن بنتكلم عن ما يفوق 330,000 أسرة إلى الآن، يعني إذا تكلمنا عن العدد نتكلم عن أكثر من 2 مليون نسمة.
في ولاية الخرطوم، بدأ برضو الدعم للولايات المختلفة منها الولايات الشمالية، ولسه بالتنسيق مع الولايات المختلفة حنصل لولايات أكثر. بالنسبة لولاية الخرطوم لسه نحن يعني مواصلين في أنه نصل لجميع الأسر المستحقة. أحب أحيي لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير في دورهم العظيم يعني للتخفيف عن الأسر وعن الشعب وشراكتهم معنا. برضو أحب أشكر جميع الجهات والمؤسسات المشاركة معنا. برضو نحن البادر ويمكن حتى مبادرات مختلفة من القطاع الخاص من المجتمع المدني لإيصال الدعم للأسر، ونحن ساعدنا بعض الشيء بتصاريح المرور لبعض من هذه المبادرات. حقيقة نحن في تحديات كبيرة كانت واجهت الطريق، يعني إنه إحنا نقدر نصل للجميع في وقت أسرع. يمكن التحديات تكون معروفة لناس مختلفة، يعني الناس القريبين لنا في التوزيع، منها توفير الوقود، توفير المعينات، توفير الناس ذاته في ظل الحظر، يعني إنك تجي تلقى الكادر. يعني أنا أحب أشكر الجميع الناس اللي شاركوا معانا يعني وبلا كلل ولا ملل. برضو حابة إنه ألقي بعض الضوء على بعض المبادرات اللي قامت بها الوحدات المختلفة، والتحية هنا والشكر للجيش الأبيض يعني في مكافحة الجائحة. نحن مع التنسيق مع وزارة الصحة تم توفير تأمين كروت التأمين الصحي للكوادر الصحية والأسرهم، وده شرعنا فيه قريب إن شاء الله حيواصلوا. ديوان الزكاة دعم بمبلغ 3 مليون لكل لجان الطوارئ بكل ولايات السودان. أحب برضو أذكر أنه إضافة للعدد الأسر اللي تكلمت عنها، ديوان الزكاة دعم أثناء شهر رمضان 1 مليون أسرة في كافة ولايات السودان. الصندوق القومي للتأمين الصحي برضو دعم بمبلغ 2 مليون جنيه لتجهيز غرف العزل والتوعية. برضو في كان دعم للوزارة الاتحادية ب 48 مليون جنيه لتوفير المعينات للوقاية للكوادر العاملة، تشغيل وتوفير وسائل الحماية للكوادر الصحية والمشاركين في 334 أو 343 مركز صحي و 819 صيدلية اللي هي دي بتديرة التأمين الصحي، التوعية وتوفير المعقمات والكمامات على مستوى المركز والولايات بأكثر من 10 مليون جنيه. تكلم عن توفير المطهرات لغسل الأيدي بالأسواق في معظم الولايات، رش الأسواق والمساجد والسجون ودور الأطفال وكبار السن. برضو كان في دور كبير للمجلس القومي في أنه نحن كيف نقدر نخفف أو نقلل من الدر الجائحة على الأطفال في الخلاوي، فتم ترحيل أكثر من 9000 طفل لولاياتهم. ده نحن تكفلنا بأنهم يصلوا لحد أهلهم من هنا. برضو كانت الزكاة ساعدت كثير في ترحيل الجهات المتضررة، الطلبة برضو طلبة الخلاوي وطلبة الجامعات أيضا. في مجهود كبير برضو تم بالنسبة من إدارات مكافحة العنف ضد المرأة. برضو بعض الحاجات إنه بنعاين لكل المشاكل اللي ممكن نحن تواجهنا، فتم تفعيل الخط الساخن لتقديم الدعم النفسي. برضو حساسية المراكز العزل بالنسبة للنوع الاجتماعي، الإعاشة تكفلت بها برضو الوزارة بالنسبة لدور الحجر والعزل، الناس اللي كانت جاية من خارج السودان من مصر ومن ليبيا في الفترة الأولى، ولسه مستمرين في دعم الإعاشة بالتنسيق مع الوزارة ومع الجهات المختلفة. الصراحة نحن عايزين نقول إنه الحاصل نحن بالنسبة لنا إنه نحن بنواجه تحديات مختلفة، منها التحدي الجائحة العالمية اللي ضربت العالم كله يعني، وتهاوت معظم القطاعات والقطاع الصحي في الدول المختلفة، وحاولت الناس إنها تشوف إنها ممكن تحافظ أو تحمي الناس بهذه الطريقة. فبالنسبة لنا نحن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فكرنا في أنه طيب ممكن نعمل شنو عشان نخفف على الآثار الاقتصادية في وسط الجو اللي نحن بنمر أصلا بأزمة اقتصادية، ومشاكلين لكل الدعم الجانب زي ما تفضلت الدكتورة هبة ودور وزارة المالية. نحن مستمرين في أنه نحن كيف نقدر أنه نحن يعني نخفف الآثار دي، بأنه حتى نشوف أنه بالنسبة للعمل الرجوع للعمل مع القطاع الخاص كيف أنه إحنا ممكن نخفف الآثار ونضمن أنه يكون في التدابير الصحية في مواقع العمل
المختلفة. صراحة نحن عندنا كمية من المبادرات من الوزارة والوحدات المختلفة، يمكن ما بيسع الوقت إنه نحن نذكرها جميعا، لكن أنا عايزة أقول إنه نحن لأول مرة خدينا الإنسان السوداني. لما أتكلم عن التغيير اللي حصل، نحن خدينا الإنسان السوداني وكيف نحن ممكن نوصل له لحد عنده الحوجة. واحدة من الحاجات اللي برضه اتعملت يمكن في واحدة من المحليات هي بالنسبة لتوفير المياه، يمكن في جنوب الحزام أكثر من 40 يوم مع منظمات في المجتمع المدني إنه نحن نقدر نوفر المياه للناس. نحن عارفين إنه بعض الآثار اللي بتحصل في المناطق اللي ما فيها خدمات، ومن هنا أنا عايزة أطلع يمكن أقول إنه يا ريت لو نحن نكون نتشارك أو يكون في مبادرات أكبر، لأنه نحن نقدر نخفف على المناطق الأكثر تأثرًا. يعني دي دعوة للقطاع الخاص، دعوة للمنظمات المجتمع المدني، عندنا مبادرات مختلفة، وأفتكر إنه إحنا إن شاء الله سوا بنقدر وسوا بنعبر كل التحديات بإذن الله. شكرًا. شكرا استاذه لينا. الان نقدم المهندس ابراهيم عدلان المدير العام للطيران المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اترحم على ارواح الشهداء في هذا اليوم الحزين. تمر علينا هذه الذكرى الحزينة ولا نجد في أنفسنا إلا أن نترحم على هؤلاء الذين قدموا حياتهم فداء لهذا الشعب وانتصارا لهذه الثورة. في الحقيقة الكلام عن الطيران مهم، لأنه في كلام كثير عن ما يجري في الطيران وما نحن بصدده فيما يتعلق بعودة العالقين بالخارج والعائدين بالخارج، لكن في البداية خليني أسوق الناس في اتجاه إنه إحنا عملنا شنو لحد هسع في هذه الجائحة. بدينا أولا بإجراءات احترازية، بدأت بتقليل سفريات لطائرات من جهات معينة شملت حوالي 7 دول. هذه الدول أبلغنا سفاراتها أنه السودان لن يستطيع استقبال مواطنيها. انتقلنا بعد ذلك إلى إصدار النشرة الجوية المتعلقة بإقلاق المطار، ودي فيها يعني نوعين من الإشارات. الإشارة الأولى كانت الإغلاق الجزئي للمطار، ده معناه انه في طائرات اخرى غير طائرات الركاب بتصل مطار الخوم، في طائرات الكارغو البضائع الجايه من مختلف الجهات سواء كان للصادر او الوارد، في طائرات اخرى تابعه لخدمات البترول دي تسافر الى بليله والى هجليج والى بشاير، في طائرات الاغاثه التابعه لبرنامج الغذاء العالمي واليونيميد وكل منظمات المجتمع الدولي المسموح لها العمل بالسودان. بعد ذلك انتقلنا الى ايقاف كافه السفريات الداخليه امتثالا لقرار اللجنه العليا القاضي بوقف التحركات بالنسبه للافراد والجماعات من والى الخرطوم. المطار حاليا بيستقبل حوالي 4 إلى 5 سفريات في اليوم، جلها سفريات مبرمجه عدا بعض الحالات اللي اتصلنا فيها إغاثات من دول. زي ما ذكرت الدكتورة هيبة استقبلنا حوالي 50 إلى 40 طن من مواد طبية من مختلف الدول. استغلينا هذه الفترة برضو في إجراء بعض الإصلاحات اللي كان محتاجة للزمن في مطار الخرطوم، منها إزارة الربر أو المطاط، أدينا حوالي 22 طن تقريبا من المدرج، وقمنا بتخطيط المدرج مرة أخرى دي ما كانت متاحة لنا من قبل كده. عملنا إجراءات تحسين في منطقة المناورة أو منطقة الحركة الجوية من إعادة سفلتها وإعادة تأهيل، وبلغ المشروع يعني قراره والحمد لله تم بخير. في الصالات الناس هتجي تشوف تغيير كبير جدا حتى في الحمامات وفي شكل
الوصول والتباعد وكل الإجراءات المتعلقة بسلامة المواطن في ظل هذه الجائحة. المنظمة الدولية أدتنا توجيهات واضحة بأننا نتعامل مع كل السفريات الإنسانية العابرة لأجوائنا. قمنا بتصاديق مختلفة لشركات مختلفة لدول مختلفة ولا زلنا نقوم بهذا الدور في سفريات إجلاء للركاب أو للمواطنين الغير سودانيين. قمنا باستقبال حوالي 34 سفرية أجلت رعاياها دول من أمريكا الشمالية وكندا وكل المجتمع الغربي، وكذلك بالنسبة للمنطقة العربية ومنطقة أفريقيا. جددنا لأنه الجائحة برضه عندها آثار على الطيران في السودان من ناحية العاملين. قمنا بتمديد رخص كل الطيارين وكل المهندسين وكل الناس اللي يعني بيستحقوا رخصة، والرخصة انتهت في هذه الفترة، اديناها تمديد لحد يوم 31 شهر أكتوبر. برجع بعد ده بتكلم في موضوع الساعة، وهو موضوع أخواننا الصابرين العالقين بالخارج. أولا القرار اتخذ على أعلى المستويات بإعادة هؤلاء المواطنين السودانيين اللي الدستور بيكفل لهم حق الرجوع للسودان، ونحن الآن بصدد وضع الخطة أو أولمست يعني نحن يعني تقريبا وضعنا الخطة، وخلال تقريبا الأسبوع القادم أو العشر يوم القادمة حنبدأ في جدولة السفريات بعد تحديد نقاط الدخول. حددنا نقطة الدخول الأولى بمطار الخرطوم، ونقطة الدخول الثانية مطار بورت سودان، ونقطة الدخول الثالثة هي المعابر الشمالية. وعددنا الخطة كاملة متكاملة according للبروتوكول بتاع وزارة الصحة القاضي بأنه الناس دي يتم الكشف عنها قبل الوصول وبعد الوصول، وبعد ذلك يقرر مدة الحظر. طبعا أحب أطمن الإخوة العالقين والعايدين وكل المواطنين السودانيين بالخارج بأننا لن نألو جهدا في أن يرجعوا لأسهم. ويعني صحيح في إجراءات كانت صعبة، في قرارات كانت صعبة جدا، لكن كان لابد من اتخاذها، وآن الأوان إنه الإخوة والأخوات يرجعوا. أولوياتنا هتكون الناس المشت للعلاج والناس كبار السن، وبعدهم بتجي الأصناف الثانية من العالقين، الناس المشوا تجارة شنطة أو مشوا سياحة. بعد ذلك بنفتح الباب للعائدين، والعائدين دي الناس المقيمين برا عايزين يجوا للظروف ما طلعوا وجراجين، بنفتح لهم الباب. وإن شاء الله هذه العملية هتكون عملية محكمة جدا وهتكون منظمة جدا. وأحب برضو أقول للناس إنه في ناس بتحاول تستثمر في الأزمة في بيع تذاكر وإعطاء وعود. أحب أؤكد أن حكومة السودان لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق ببيع أي تذاكر أو إسناد بيع تذاكر لأي جهة. بالعكس، نحن حتى الشركات السودانية العاملة شركات تاركو وشركات بدر وسودان إيرويز ونوفا، بنحمد لهم إنهم يعني دقوا صدرهم وقالوا نحن يعني التذاكر اللي طلعناها نحن مستعدين نجيب الناس ما يدفعوا لا أي حاجة. شغالين مع باقي الشركات العالمية في إنها برضو تأونر التذاكر بتاعت الناس دي وتجيبهم. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقوله وأكده إنه نحن لن نألو جهدا حتى يعود آخر مواطن موجود خارج السودان. وحنديكم أول ما نعمله في رقم تلفون حيكون هوت لاين من أربع أرقام لسلطة الطيران المدني اللي هو 83-33 لسه ما يتفاعل، حيتفاعل في اليوم الجاي دي لأي شكوى موجودة من أي حتة في العالم من أي شبكة في العالم بتخش على هذا الرقم، وفي ناس بيستقبلوك وبياخدوا الإفادة بتاعتك. شكرا جزيلا. شكرا للمهندس إبراهيم عدلان المدير العام للطيران المدني. احنا سنعود في آخر المؤتمر الصحفي بتفاصيل أكثر حول موضوع العالقين. أقدم الآن الفريق عثمان يونس
نائب المدير العام لقوات الشرطة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يمكن يكون يعني الإجراءات اللي بتقوم بها الشرطة في دعما لعملية محاربة وباء كورونا في السودان، إجراءات يمكن يكون كثيرة ومتعددة بتقوم بها الشرطة هنا في ولاية الخرطوم عبر الارتكازات المنتشرة في ولاية الخرطوم، زي 217 ارتكاز بالإضافة ل 18 ارتكاز دي موجودة في مداخل الكباري ومخارجها الموجودة في ولاية الخرطوم. كل هذا العمل بيتم في ظل يعني مراجعات ومتابعات كبيرة، بالإضافة ل عملية الدوريات اللي بتقوم بها الشرطة في 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 مناطق أو في محليات الولاية المختلفة، بالإضافة لعمل عربات النجدة الموجودة وهي بتتعامل بالثلاثة تسعات في ظل يعني أي من أشكال الجريمة. عموما يمكن يكون أعمال الشرطة اللي بتقوم بها هنا في الولاية هي في تنسيق كامل يعني وكبير جدا مع الولايات المختلفة في ظل الخطط اللي بتضعها الولاية في لجان الطوارئ الصحية الموجودة في الولايات. أعمال الشرطة اللي بنقوم بها من خلال الارتكازات كذلك بيشارك فيها كثير، والدوريات بيشارك فيها إخواننا في الأجهزة الأمنية يعني المختلفة، إخواننا في قوات الشعب المسلحة وكذلك إخواننا في قوات الدعم السريع، وبالإضافة لإخواننا في جهاز المخابرات العامة. يمكن يكون تحديدا كده يعني الشرطة هي بتساهم كثير جدا في أعمال هذه المحاربة من خلال برضو إخواننا في إدارة الدفاع المدني، هي بتعمل يعني وبتساهم في عملية التعقيم في الساحات في الميادين في الأسواق الداخلية في الأحياء، وكذلك بتقوم بتعقيم بعض المؤسسات بالإضافة للمبادرات اللي بتقوم بها بعض المنظمات في عمليات التعقيم وكذا. كذلك بتساهم الشرطة برضو في أعمال التأمين، يعني عمال تأمين المؤسسات الصحية كلها، وكذلك تأمين بعض الكوادر الطبية في ساهمت إدارة المرور كذلك في هذا العمل. الإدارة العامة للمرور كذلك بتساهم في عملية تغطية الطرق وعملية ضبط المخالفات اللي بتكون يعني مخالفة للأمر بتاع الطوارئ، بالإضافة لمخالفتها كذلك لقوانين المرور. ونقول يعني إنه إدارة المرور حتى الآن يعني يمكن يكون تجاوزت 11320 مخالفة تمت المحاسبة فيها، وتم حجز عدد من العربات برضو المخالفة للأوامر والقوانين، وده كله بتقوم به الشرطة تجاه انه يعني تحمي المواطن من هذه الجائحة بيمر بها العالم، وكذلك نحن كجزء من هذا العالم بشمل هذا الوباء. كذلك يعني يمكن يكون عملية التأمين اللي أنا ذكرتها هي جاءت بطريقة أخرى، حتى أنه نحن نمنع أي احتكاكات تتم مع الكوادر الصحية وهي تمارس يعني أداء مهامة وأدوارها. تم يعني تخصيص قوة لتأمين المستشفيات وتأمين كذلك مواقع الحجر الصحي والحجز الصحي، وكذلك تأمين المواقع يعني مواقع سكن الأطباء والكوادر الطبية الأخرى.
نحن نناشد الإخوة المواطنين إنه يعني في حالات إنه فترات الحظر هي محددة، يعني من الساعة 6 للساعة 3، الساعة 3 دي حركة داخلية في الأحياء، يعني أي زول ما عنده أي أسباب بتاعة يعني خروج أو عبور لأي من الكباري يمنع إنه هو يتحرك، وما عنده تصريح لهذا التحرك فده حتتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة يعني وبالتشديد اللازم يعني في الفترة الجاية دي. يعني احنا يعني نناشد المواطنين وشاكرين ومقدرين للإخوة المواطنين اللي بيستجيبوا للالتزام الصارم تجاه هذه الإجراءات الاحترازية اللي وضعتها السلطات في أنها لا بد من أن تنفذ. شكرا جزيلا. شكرا سعادة الفريق عثمان يونس نائب المدير العام لقوات الشرطة. والآن أقدم الفريق منور عثمان نقود مساعد رئيس نائب رئيس هيئة الأركان إدارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله. بدءا نترحم على كل شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل هذا الشعب ومن أجل الوطن لينعم بالسلام والحرية والعدالة. أيضا نترحم على شهداء القوات النظامية جميعا الذين سقطوا في الأيام القلائل الماضية وهم يزودون عن حدود الوطن. كذلك نترحم على كل الذين توفوا جراء جائحة كورونا وفي مقدمتهم جيشنا الأبيض الذين يقاتلون ويجاهدون لدرء آثار هذا الوباء وهم في خط الدفاع الأول. وإمكانيات كما ذكر قبل ذلك السيد وزير الصحة إمكانيات لا ترغى لمستوى هذه الجائحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الجميع عنده قبول حسن ويسكنهم جميعا في جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حقيقة المكون القوات النظامية داخل اللجنة العليا للطوارئ سأتحدث في الجوانب الخدمية التي تقدمها القوات النظامية. حقيقة مشاركة القوات النظامية في اللجنة العليا لم يكن في الأصل لتنفيذ الحجر أو الحظر، لأننا نعلم جميعا أن الطوارئ هي طوارئ صحية وليست طوارئ أمنية. نعول فيها كثيرا على وعي المواطن بهذه الجائحة التي عمت العالم أجمع. القوات النظامية داخل اللجنة العليا قامت بمجهودات مغدرة في خدمة كل القطاعات العاملة داخل هذه اللجنة. قامت بترحيل لمواد طبية للولايات، أيضا شاركت مع وزارة العمل في توزيع الدعم السلعي، أيضا شاركت في عمليات كثيرة متعلقة بالتعقيم، وتشارك أيضا من خلال الكوادر الطبية في كل من الوحدات الطبية في أيضا مكافحة هذا الوباء. حقيقة نحن لا نريد أن نتحدث عن الحظر القادم الذي فرض على المواطن، ونعلم جميعا كل التداعيات التي أدت لهذا الحظر أو الآثار السالبة على المواطن، ولكن أيضا نعلم جميعا أن السلاح الوحيد لمحاربة هذه الجائحة هو الحظر والبقاء في المنازل والالتزام بالاشتراطات الصحية. وكلنا نرى في كل الوسائط حتى الدول المتقدمة والتي لديها من الإمكانيات
التي تفوق قدراتنا ليس لها علاج غير الحظر، بالرغم من كل التداعيات الاقتصادية والآثار النفسية التي تصاحب ذلك. لذلك نحن نعول عليكم أيها الشعب السوداني، نعول عليكم لأننا نعلم أنكم تقهرون الصعاب. فجرتم أكثر من ثورة قبل الاستغلال كانت مثال لكل العالم. كنتم أيضا في ديسمبر مثال للعالم يحتذى به إلى الآن حتى في الدول المتقدمة فيما فعلتموه في تلك الثورة التي استطعتم بها أن تهزموا الطغيان. فلنعمل الآن جميعا ولنعتبر أن فيروس كورونا هو الطغيان. فهل بالإمكان دون حظر ودون انتشار لقوات نظامية أو دون سؤال لمواطن أن نعمل جميعا على أن نلتزم بالإجراءات الصحية خلال الأسبوعين التي أعلنت؟ وأنا أؤكد من هذا المنبر أننا إذا طبقنا الإجراءات الصحية وطبقنا الحظر في أنفسنا دون الحوجة لنقاط ارتكاز ودون الحوجة لأطواف ودون الحوجة لسؤال من أي من الجهات النظامية أو الأمنية، فلنعتبر أنفسنا جميعا جهات النظامية، فلنعتبر أنفسنا جميعا شرطة، فلنعتبر أنفسنا جميعا قوات مسلحة، فلنعتبر أنفسنا جميعا دعم سريع، فلنعتبر أنفسنا جميعا أمن ومخابرات. فلنراقب أنفسنا أولا قبل أن يراقبنا الآخرين، لأنها إجراءات صحية تحافظ على أرواحنا. فمن هنا أناشد وأنا على يقين بأننا في نهاية هذه الفترة، فترة الأسبوعين، سنعلن من هذا المنبر خلو السودان من فيروس كورونا. فما نطلبه الآن هو فقط التزامنا جميعا لهذا الحظر، بالرغم من التداعيات وبالرغم من الأسئلة الكثيرة التي تطرح علينا مباشرة أو ترسل عبر الوسائط في ما هي جدوى الحظر. جدوى الحظر الآن وضحت لنا من خلال التقارير التي ترصدها وزارة الصحة إن كانت اتحادية أو ولائية في الأعداد المتعلقة بالإصابة والأعداد المتعلقة بالشفاء. الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الوباء، ونعمل جميعا على أن نحارب هذا الوباء ونصل بإذن الله تعالى في نهاية هذه الفترة الجديدة لقرار واضح في أننا نحن نفتح السودان جميعا، بعد أن نتأكد تماما من خلال تقارير الصحة أن فيروس كورونا انتهى. أول دولة تعلن انتهاء فيروس كورونا هي السودان بإذن الله تعالى، ونحن نعمل على ذلك في اللجنة العليا، ومتأكدين أن الشعب السوداني وهو يستمع إلينا الآن أنه سيلتزم بهذه الإجراءات بالرغم من آثارها السالبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن كما أعلنا عن المؤتمر الصحفي قبل يومين، أعلنا أنه سنتلقى أسئلة ونطرحها للإجابة عليها، والحقيقة تلقينا أسئلة كثيرة، وأنا سأبدأ بطرحها على السادة اللي أعتقد أنها ممكن تكون بتخصهم. في كلام كثير عن العالقين، الحقيقة 90% من الأسئلة كانت على العالقين، سأجيب عليها أنا في الآخر. لكن للفريق منور جاءت أسئلة من مصطفى محمد إدريس، أسامة العجمي، وليد بابكر، عبد الله محمد، زاهر الكندري. أولا بيعتقدوا بأنه لم يتم تطبيق إجراءات الحظر بشكل جيد، وكان هناك تهاون هم قالوا من الجهات الأمنية، جيش والشرطة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كان عن الأذونات بتاعة تصاريح المرور، بيفتكروا أنه في أعداد كبيرة من الناس لم تكن تستحق، حصلت عليها، كيف حصلت عليها. السؤال الأخير سألوه بشكل مباشر، قالوا ساعتين الإضافيتين من الساعة الواحدة إلى الثالثة ما فائدتها؟ حقيقة السؤال الأول عن التهاون في تطبيق
إجراءات الحظر؟ أنا أعيد السؤال لمن سأل، هل الحظر وإجراءاته مسؤولية تطبيقه لدى القوات النظامية أم لديكم أنتم؟ لماذا تخرق الحظر؟ لماذا تخرق الإجراءات الصحية التي تحافظ عليك وتحافظ على أسرتك حتى تضطر القوات النظامية أن تسجل عليك مخالفة؟ لماذا؟ هذا هو سؤال لكم أيها الشعب السوداني الأبي. فالإجراءات الصحية الخاصة بالحظر لابد من تطبيقها بواسطة المواطن أولا، حتى لا نحتاج لنقاط ارتكاز أو حتى لا نحتاج لأطواف. الشق الثاني من السؤال عن التصاريح، التصاريح التي أخرجت لكل المواطنين أخرجت عبر جهات وليس تصاريح رسمية، ولكن لا أبرئ نفسي أن النفس أمارة بالسوء، قد تكون طلعت التصاريح لبعض الأشخاص لأمور خاصة، لكن غالبية أو أكثر من 99% من التصاريح أصدرت لجهات معينة لأشخاص ينتمون لهذه الجهات، لأنه نحن نعلم في اللجنة العليا أن الحياة لن تتوقف ولن نستطيع أن ننفذ لوك داون كامل، لابد أن تستمر الحياة، لذلك كان هنالك تصاريح لجهات. والعاصمة حسب التعداد الأخير أكثر من 10 مليون، إذا نظرتم للذين يتحركوا الآن هم لا يفوقوا المليون، إذن من 10 مليون أو 11 مليون، مليون يتحرك، إما هؤلاء هم الذين لابد من حركتهم. كون هنالك تهاون في تنفيذ الحظر، هنالك تقديرات إنسانية للقوات المنتشرة في الارتكازات، فقد تكون هنالك بعض التقديرات الخاصة بالأفراد الموجودين في تلك النقاط، لأن الأمر نكرر مرة أخرى أنه ليس حظرا أمنيا، إنما هو حظر صحي. الحظر الصحي لا تنفذ ولا تطبق فيه الإجراءات القانونية بصرامة شديدة، نعتمد فيه على وعي المواطن. وأكرر استجداي للمواطنين في أن ألزموا دياركم، لا تخرجوا إلا للأشياء الضرورية. الساعتين التي أضيفت لم تضاف عبثا، إنما أضيفت نتيجة لدراسة، وأيضا كما ذكر أخي عثمان المتحدث قبلي، حتى لا يفهم أن السماح من الساعة 6 للساعة 6 حركة بالعربات أو بوسائل المواصلات، هذا السماح فقط في الأحياء، فقط داخل الأحياء، لكي ينال كل مواطن حقوقه أو احتياجاته في داخل هذا الحي. فالساعتين التي أضيفت لا ضرر منها، بل هي مساعدة للمواطنين في أنهم ينالوا احتياجات، لأنه جاتنا رسائل كثيرة جدا في أنه الزمن ضيق والناس لا تستطيع أنه تتحصل على احتياجاتها في الزمن الكام محدد أصلا. شكرا جزيلا. شكرا سعادة الفريق منور. الأسئلة التالية للدكتورة هبة أحمد ممثلة القطاع الاقتصادي. الأسئلة الحقيقة بتدور في معظمها أول حاجة حول الدعم المالي القادم من الخارج. الناس قالوا إنه جاءت عشرات الملايين، يمكن أكثر من 100 مليون دولار، وإنتوا بتتكلموا عن نقص في معينات هنا وهناك، فأين ذهبت هذه الأموال؟ هل هي أول حاجة تحت إدارة وزارة المالية وإدارة الصحة، وأين ذهبت؟ ثم سؤال ثاني عن إنه الأسواق والتجار والقطاع الخاص تضرروا من الحظر، هل وزارة المالية والقطاع الاقتصادي لديهم أي تخطيط لشكل من أشكال التعويض أو رفع الضرر عن القطاع الخاص والتجار؟ السؤال الأخير بالنسبة للقطاع الاقتصادي كان عن المصارف، يعني يقولوا ماذا يستفاد من فتح البقالات وأسواق الخضروات وكذا، وأنتم قفلتم البنوك والمصارف، ربما تكوني أجبت عليك لكن لا بأس عليه. الأسئلة للقطاع الاقتصادي جاءت من عفراء عبد المنعم، عوض الله، محمد مرغني، محمد محمود.
أشكر الجميع على الأسئلة دي. طبعا موضوع المصارف كنت تكلمت عنه، طبعا البنك المركزي سمح للمصارف بالعمل من الساعة 8 صباحا للساعة 1 ظهرا، والتعامل مع الجمهور المباشر من 8:30 صباحا إلى 12 ظهرا، ده بداية من يوم 7 يونيو. نتمنى طبعا لما نكون جاهز داخل المصرف نحافظ حتى على حياة الصراف والجماعة الشغالين، وأنا يعني نقوم بكل الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي وهكذا. ده بالنسبة للمصارف. أنا للأسف قبل لما اتكلمت في برنامج كان مهم جدا جدا نسيت أذكره، هو برنامج طبعا من المنتج للمستهلك. البرنامج ده برنامج مهم جدا جدا قاموا به الأخوان السيد مدني والطاقم بتاعه، وهو برنامج يعني بيحاول أنه يتحكم في الأسعار بالنسبة للمواطنين وبيوزع مباشر، وزع في الخرطوم كفترة أولى في 93 نقطة توزيع، وشاركت فيه زيادة من 20 شركة خاصة أو مصنع يعني في توفير المواد اللازمة. ده أنا قبل نسيت أذكره. طبعا يا ريت أنا كنت أتمنى كان تجينا ملايين والملايين من الدولارات عشان نواجه الجانحة. للأسف الشديد طبعا زي ما ذكرت كان في الوعود وعندنا التزامات وقيد تنفيذ، وكلها هي في مجملها هي 158 مليون دولار، لكن فعليا نحن استلمنا فقط اللي هي 26 مليون دولار. أنا يعني طبعا بتكونوا كلكم عارفين نحن جاتنا جائحة في نظام صحي أساسا هو نظام صحي كان للأسف الشديد متهالك. في خلال 30 سنة الفاتت صرفت حكومة السودان على القطاع الصحي والتعليم مع بعض ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا طبعا بالمقارنة بالدول الأخرى شيء لا يذكر أبدا، وبالتالي كان على وزارة الصحة الحين هي استلمت 26 مليون دولار دي. نحن طبعا عندنا لجنة ثلاثية مكونة من وزارة المالية، وطبعا وزارة المالية هي عليها ولاية على المال العام وبالتالي بتتحكم في جميع الأموال، ولكن طبعا بيجينا الرأي الفني دائما من وزارة الصحة المقدر جدا جدا، ومعانا برضو في الآلية دي هي وزارة الخارجية، لأن وزارة الخارجية طبعا هي برضو بتوصل الأموال خاصة اللي هي بالدولار والبر البلد. فنحن بنشتغل مع بعض في آلية سريعة لأنها هي جائحة وهي إميرجنسي، لازم القروش يتم صرفها بصورة سريعة لمواجهة صراحة العديد من الاحتياجات. مثالا نديكم مثال، نحن أول يوم جاتنا إصابة في بجائحة الكورونا لم يكن عندنا ولا معمل واحد بيقدر يسوي تيست فحص كورونا، ما كان فيه أبدا. اليوم قدرنا وبمجهودات وزارة الصحة والقوات النظامية ومستشفى الصلاح الطبي جميع المستشفيات تضافرنا، عملنا معامل من تقريبا من ما في عشان نحن نقدر اليوم نحن عملنا فحص لكم 10,000 مواطن، وده طبعا في حد ذاته هو رقم قليل جدا لأنه التارجت بتاعنا هو 3,000. فلكن يعني أرجو أن الناس في السودان يكونوا مطمئنين تماما إلى أنه أي قروش بتجي هي نمر واحد هي غير كفاية، ولكن نحن بما إنها هي قليلة لازم نحسن الصرف بتاعها وتمشي دائما للأماكن اللي هي المفروض تمشي فيها. مثلا في وزارة المالية نحن صرفنا إلى الحين فعلي مبلغ 28 مليار جنيه، فيها 13 مليار للبنى التحتية، 5 مليار تقريبا للرعاية الاجتماعية، و10 مليار لقطاع الصحة، دي كلها للكورونا. وعندنا زي ما أنا ذكرت سابقا إحنا كنا خدتين حوالي 96 مليار جنبناها للمكافحة الكورونا، في لسه ما صرفت منها حوالي 68. الصرف معظمه كان في تجهيز مراكز الحجز والعزل. طبعا اشترينا برضو مولدات كهربائية للمباني الصحية عشان يعني، وبرضو ساهمنا برضو في مساعدة قطاع الكهرباء عشان تكون في كهرباء طول الوقت خاصة يعني في الأماكن الصحية وكده. اشترينا عربات ومعينات لترحيل الأطباء، إمداد دوائي برضو طبعا، أمصال وتحاليل وكده، وواقيات وتعقيم، وبرضو كمامات للكادر الصحي. برضو اشترينا أجهزة تنفس وأجهزة قياس حرارة، طبعا ده كله مع العمل مع اللصيق جدا.
جدا مع وزارة الصحة. أخيرا طبعا بنسأل كلنا نحن يعني أتمنى أن يكون الراتب الجديد تفعيله ساهم شوية في مساعدة الأسر، وبرضو نحن في أسر طبعا هي غير عاملة بالقطاع الحكومي، وبالتالي كان لازم نتعامل معها معاملة مباشرة عبر وزارة العمل طبعا والسجل المدني وزارة الداخلية وودة. لكن يعني أهم حاجة يعني نحن نحب نقولها أنه إحنا كحكومة جادين جدا جدا في درء المرض ضيع، وفي يعني الوضع المأساوي هو اللي هو بخطه على الاقتصادات العالمية كلها بما فيها اقتصاديات السودان. بالنسبة طبعا للتجار وكده، احنا طبعا في ناس كثيرين تضرروا، يعني خاصة اصحاب مثلا كثيرين جدا، ستات الشاي عندك، الترزية، الحلاقين، كميات كبيرة جدا من المجتمع السوداني هي تضررت من المرض ضيق. حتى الشركات الكبيرة تضررت جدا جدا، لانه حصل انه يعني في طبعا سلو داون للحركة الاقتصادية كلها، للاستيراد، للتصدير، لكل الاشياء دي. الحكومة انا زي ما ذكرت كان في الاول انه وزارة المالية برنامج الاستثنائي هو مكون من 5 محاور، فيها محور مهم جدا ده لسه نحن حتى يعني ما بدينا فيه، والحين نحن في دراسته على كيف انه ما بعد يعني الجائحة او اثناءها ما بعد الجائحة، اللي هو اعانات البطالة والشركات اللي قد تتأثر بالجائحة، ودي حتكون فيها كمية من اجراءات مثلا برضها، وفيها كمية من المساعدات المادية اللي هي بتكون مباشرة. الاجراءات منها مثلا ممكن يكون في انه تخفيض مثلا للايجارات اذا كانت هي ايجارات حكومية، ممكن يكون في كمية من الاجراءات اللي احنا نقوم بها عشان نساهم، لكن ده طبعا حسه مصدر او نحن في دراسة متعمقة للوضع دي، بس تحديد حتى الكوست حق انه شنو المحتاجين الناس عشان نقدر نساعدهم به. كحكومة احب اعيد يعني نحن تقريبا قلبنا معاكم ونفسنا كلنا نتضافر كشعب وكحكومة انه ندرأ المرض ضيع. التزامكم بال 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 بالقانون والالتزام بالتباعد الاجتماعي ده شيء احنا زي ما ذكرت انه القطاع الصحي هو قطاع يعني كان مهمل لفترة طويلة، ووزير الصحة هو ما معانا اليوم، ولكن هو والطاقم بتاعه بيقوموا بعمل يعني لا يقوم به إلا الملائكة، عمل جميل جدا. نتمنى أن نساعده نحن كلنا كشعب. والوضع المادي برضو في السودان نحن من أفقر دول العالم، لكن إن شاء الله حنطلع لفوق وحنمشي لقدام، لكن بس برضو نساهم كلنا مع بعض في ندرة الآثار الاقتصادية للمرض ضيع والآثار الصحية. وشكرا لكم، وإذا في أي أسئلة تانية طبعا يعني ليتر ممكن برضو نجمعها ونرد عليها. شكرا جزيلا. شكرا الدكتورة هبة أحمد، الأمين العام للهيئة العامة للاستثمار وممثلة القطاع الاقتصادي. في سؤالين ربما يكون بشكل عام أجابت عليهم الأستاذة لينا الشيخ وزارة العمل والرعاية التنمية الاجتماعية، لكن لا بأس أن نعطيها فرصة يمكن تكون مزيد من التفاصيل. الأسئلة بتقول: طلبتم من الناس البغاء في المنزل بلا عمل ولم تقوم بمساعدتهم، فكيف سيعيش هؤلاء الناس؟ سؤال ثاني برضو عن زي لم يظهر أي دور وزارة الرعاية الاجتماعية في رعاية الفقراء ولم تقدم مساعدات. السؤال جاء من الأستاذ طاهر المعتصم ورضاب سالفة وممكن من الناس آخرين. أنا بترك الفرصة للأستاذة لينا تجاب على هذه السؤال. شكرا أستاذ فيصل. يمكن أنا يعني وأنا قاعدة زي ما قلت تقبل في مبادرات كثيرة جدا جدا، لأنه دور الوزارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في انه نحن ممكن نعمل شنو عشان نساعد على التخفيف على المواطن، وفي نفس الوقت كيف انه نحن بالتنسيق والشراكه مع كافه الجهات المختلفه والمؤسسات المختلفه انه نحن نقدر ندرأ يكون في جهود لدرء اثار الجائحه. منها انا كنت عايزه اذكر برضو المجلس القومي للتدريب قام بدور كبير جدا جدا في الاحياء، في الوزارات، في المؤسسات المختلفه في الولايات.
توعية. احنا بنتكلم زي ما تفضل سعادة الفريق منور جبال قال انه الحقيقي خط الدفاع الاول. احنا بنشكر دائما الجيش الابيض ونقول انه خط الدفاع الاول هو نحن ذاتنا، كيف انه نحن نقدر نتبع الارشادات. يعني هو في النهاية كيف انه احنا نحافظ على التباعد الاجتماعي، ونحن شعب بنحب اللمة يعني. لكن عايز اقول انه الحظر ذاته هو كان الحفاظ على حياة الناس. اذا بنتكلم عن انه الانتشار، ونحن يمكن واحدة من الحاجات انه هسه واكثر من 40 يوم او ماشيين على شهرين، بنتكلم عن شهرين، الناس حست بكورونا في الدائرة اللي حوالينا. يعني يمكن تكون فقدت زول قريبك، زول جارك. يعني احنا نتكلم عن نفسين، ان احنا برضو في العائله بتلقى انه في ناس فقدتهم، ربنا يرحم على الجميع. يعني في انه في النهايه انه المرض ده حقيقي يعني، لكن كيف انه احنا نقدر نحافظ على نفسنا، على العمل. يعني ما بنقول يا جاتك في مالك سامحتك، العالم كله تاثر اقتصاديا. احنا طلبنا من الناس تقعد البيت فعلا، وده كان القرار من اللجنه بناء على الإرشادات أو الرأي الفني من وزارة الصحة، عشان نحن نقدر نقلل حقيقي إنه نحن نفقد الناس. يعني الوزارة، يمكن أنا تكلمت قبل، ما عارفة بتين في تاريخ السودان، إذا بنتكلم عن إنه داني دار أقول الثورة العظيمة دي والتضافر الجهود المختلفة. يعني يمكن الغرف الصناعية اتحاد أصحاب العمل أو التجمع الاتحادات المختلفة، نتكلم برضو على المصنوعات التصنيع الحربي. يعني كان في شغل كثير جدا جدا، نتكلم عن أجهزة تنفس صناعي، أجهزة فحص حرارة، كمامات، مواد تعقيم، محرقة نفايات الطبية. دي مبادرات مختلفة بنتكلم عنها، عشان احنا في النهاية نقدر انه نحن نقول والله احنا قدرنا نعبر من التحدي بتاع الجائحة دي. الثورة دي زي ما قلت تكلمنا على العدالة الاجتماعية، نحن وصلنا أكثر من ربع مليون، نتكلم عن 330 ألف وأكثر يعني أسرة، ومعدل الأسرة في السودان أكثر من 6 أنفار، نتكلم عن كم نحن قدرنا نصلهم. يعني ركزنا على الشرائح اللي بتكون أكثر تضررا منها، القطاع الغير مهيكل اللي هو الناس الحقيقي حتتأثر بأنها حتقعد في البيت، ما زي إنك يجيك راتب، إنك موظف، وكثير منهم برضو. إحنا هنا مناشدة للقطاع الخاص ومناشدة للناس المختلفة إنه إخواننا نخفف، إذا بنتكلم عن إيجارات الناس محتاجاها ولا كده، إنه نحن الفترة دي نخفف على الناس شوية. كان في برضو يمكن احتمال من المنبر ده ذاته أخواتنا وأماتنا من السيدات في اتحاد بائعات الأطعمة والشاي، ونحن يمكن نتكلم عن إنه الوزارة من أول الحاجات اللي بدينا بها كان إنه التأمين الصحي، نقدم التأمين الصحي للقطاعات أو الأكثر الناس الأكثر تضررا يعني والأكثر هشاشة. فنحن بالنسبة لنا إنه نحن كيف نقدر نخفف على الناس التأمين الصحي، واحدة من الحاجات اللي بنعملها هي قلنا للناس هسه الفترة دي الناس ما تقدر تمشي الشغل فقدت، لكن كيف إنه نحن نقدر نساعد إنه نخفف من الضرر. بالنسبة لبائعات الأطعمة والشاي، يمكن لأنه قلنا ده كان أول قرار بإيقاف الحتة اللي فيها تجمعات، أنا عايزة أكد إنه نحن من 330 ألف أسرة دي كثير منها غطت المناطق اللي هي بيكون فيها كثير من أخواتنا وأمهاتنا بائعات الأطعمة والشاي، لكن لأنه القصة دي مستمرة كنا بنشوف إنه إحنا كيف ممكن نجي بحلول تكون مستدامة أكثر. يمكن واحدة من الحاجات المتكلم عن إنه نحن لسه في إصلاح أجهزة الدولة، جايين في يعني تركة صعبة في إنه نحن حتى الخدمات من ناحية الخدمة المدنية وكده، إنه كثير من الناس والله القائمة وصلت المحليات، وصلت الولاية، فحتى بالتعاون مع الولاية والمحليات وكده إنه نقدر نصل الناس. الحاجة اللي حصلت من امبارح والليلة إنه نحن اتعملت آلية مع النساء اللي هم بيمثلوا الاتحاد يعني، وإن شاء الله عن طريق الآلية دي بنقدر إنه نحن نصل نقدم دعم نقدي للجميع، عشان إنه الفترة الجاية دي إنه يحسوا إنه نحن فعلا خففنا عنهم. أنا عايز أقول إنه أي حاجة قاعدة تصل، في مبادرات كثيرة قاعدين نشتغل اللي نقدر عليه، ونحن كوزارة بنقوم نشوف طيب يا إخوان إحنا مع المبادرات المختلفة مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني بنقدر نخفف على الناس كيف. يعني أنا أتمنى إنه يكون ده جواب. برضو واحدة من الحاجات اللي تذكرتها إنه حتى عن طريق جهاز استثمار الضمان الاجتماعي في كمية من المعينات اللي تقدمت منها برضو برج الأطباء اللي هو برج الضمان للمراكز، برضو الدعم المختلف لمراكز العزل والحجر. فهي حقيقي الدور اللي احنا دايرينه من الناس انه احنا لو ما تكاتفنا كلنا مع بعض بالمؤسسات المختلفة، بنتكلم عن الجهاز التنفيذي.
نتكلم عن القطاع الخاص، نتكلم عن المجتمع المدني، نحن ما حنقدر حقيقي نعبر بالسرعة اللي نحن عايزينها. نحن عايزين نرجع تاني نقول إنه صحتكم بتهمنا، احنا عايزين نحافظ على الشعب العظيم ده. خلونا نحن نحاول بس يعني، ونحن صبورين الحمد لله، ودي ابتلاءات متتالية، بس نخلينا نصبر عشان نقدر نعدي الفترة الجاية دي بإذن الله تعالى. شكرا. شكرا أستاذة لينا الشيخ. في سؤال أيضا للباشمهندس إبراهيم عدلان المدير العام للطيران المدني. السؤال مباشر بيقول متى يفتح مطار الخرطوم للسفريات العادية، يعني الناس اللي دارين يسافروا عادي من العالقين. بالإضافة لسؤال من بعض السودانيين اللي قالوا نحن عالقين بالداخل بنعمل في الخارج بالذات في دول الخليج وعالقين بالداخل ونريد أن نعود إلى عملنا، فمتى سيفتح المطار لهؤلاء أيضا للعودة لدول الخليج؟ شكرا أستاذ فيصل. بالنسبة للسؤال الأول اللي يتعلق بفتح المطار، الخطة جاهزة، وأول ما نلقى الضوء الأخضر من اللجنة العليا المطار حيعود كما كان. نحن السنة الفاتت استقبلنا 3.2 مليون مسافر، متوقعين العدد ده أو أكثر، وإن شاء الله جاهزية المطار. والشكر هنا للأخوة باشمهندس الختم بابكر وأركان سلامه، وأخوانا في مطار خرطوم عصام محمد الطاهر وكل الناس في جاهزية المطار. يعني المطار حسا أنتم ما حتعرفوه إذا كان مشيت فيه حسا زي ما كان. بالنسبة للإخوة العالقين من الدول الأخرى هنا وكانوا شغالين برا، نحن أصلا ما عندنا إشكالية في أي زول يسافر، بس المطار هناك يكون فاتح ويكون عندك ما يثبت أنه ما هتحصل لك مشكلة إنك تسافر. وممكن تنسق مع شركات الطيران، في ناس كثيرة جدا سافرت يعني جابت تأشيرة وزونات بتاع الدخول من الإمارات، من السعودية، من مسقط، من مصر، فما شايف فيها إشكالية كبيرة إذا كان الناس تطلع. لكن في الغالب العام يعني يشمل فتح المطار هي فتح المنطقة، لأن احنا جزء من منظومة كاملة، منظومة إقليمية كاملة. كان عندنا اجتماع إسفيري قبل 3 يوم مع كل رصفائي من الدول المحيطة، وفي ناس خدت التواريخ لفتح المطار مطاراتها، ونحن لحد ما تجينا الإشارة من اللجنة العليا بأنه نفتح ما حنتخلف ونطوق ويطوق كل الطاقم الشغال في المطار، ولهم التحية، جنود مجهولين كتار انتم ما بتشوفوهم لكن هم خط دفاع أول، يتوقوا إلى خدمتكم وإلى فتح المطار وعودة المطار إلى حياته الطبيعية. شكرا جزيلا. شكرا. أنا بس عايز أتكلم قليلا عن موضوع بعض الأسئلة الأخرى ومعظمها دار كما ذكرت حول موضوع العالقين. نحن في اللجنة العليا للطوارئ كوننا لجنة مختصة بموضوع العالقين. اللجنة دي عملت تصريح صحفي اليوم في ملخص لما فعلته. هجمت جائحة وباء الكورونا COVID-19 على العالم والسودان، وثبت من تجارب العديد من الدول الناجحة أن التباعد الاجتماعي وحظر التجوال من أهم عوامل كبح جماح انتشار العدوى وتخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية وتغليل الضغط على المؤسسات والنظم الصحية التي أنهكت أو تداعت في أكثر بلاد العالم تقدما وإمكانيات. بدأت لجنة الطوارئ الصحية بقرار إغلاق الحدود لمنع دخول الوباء للبلاد إثر إعلان أول حالة مؤكدة، وبعد قرار إغلاق حدود البلاد من ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية، نشأت قضية وجود مواطنين سودانيين تصادف وجودهم خارج البلاد لمختلف الأسباب، تقرر أن يظلوا بالخارج وتتعامل مع قضاياهم المعيشية وخلافها سفارات السودان بالخارج. وقد التزمت السفارات كما التزم العالقون بذلك القرار في ظل أوضاع بالغة الصعوبة. وبعد استقرار الأوضاع داخل البلاد من حيث استراتيجية مكافحة وباء الكورونا، صدر القرار بعودة المواطنين العالقين خارج البلاد، فكونت اللجنة العليا للطوارئ الصحية لجنة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعنى بأمر إعادة هؤلاء المواطنين إلى إحضان وطنهم ليكونوا في وسط أهلهم. تعكف اللجنة في عملها وتقوم بتعريف من هم العالقين المعنيين بقرار الإعادة، ومن ثم حصر أعدادهم وتصنيفهم.
في فئات وجدولت كيفية إحضارهم ومن أي بلدان، وتم حصر حوالي 18 ألف عالق في 22 دولة سيتم تفويجهم في دفعات. كما يتم تصميم بروتوكول للتعامل الصحي مع العالقين بمختلف فئاتهم بحيث يكون حجرهم في مواقع تشرف عليها الجهات الرسمية لفترة محددة، كما يجري إعداد أماكن الحجر داخل وخارج العاصمة من كافة النواحي اللوجستية. ستقوم اللجنة العليا للطوارئ الصحية بإعلان الموعد لاستقبال هؤلاء المواطنين في حينه، لم يحدد بعد موعد للبدء في استقبال أفواج العالقين، لذلك فإننا ننبه هؤلاء المواطنون الأكارم الذين نقدر تلهفهم للعودة لديارهم وأهلهم أن لا يقعوا ضحية أي عمليات تدليس ببيعهم تذاكر عودة بالطائرات أو البواخر أو البساط، ونؤكد أن لجنة خلاص العالقين عاكفة على إنجاز عودتهم الآمنة جميعا إلى وطنهم سالمين وسط أهلهم، وبالله التوفيق. والحقيقة قلنا الكلام ده أكثر من مرة، إنه القرار ده قرار كان بالغ القسوة، لكن إحنا تدارسنا الأمر من جوانب عديدة جدا. كنا في اللجنة العليا للطوارئ مسؤولين عن صحة 40 مليون مواطن سوداني، ولم يكن النظام الصحي قادر على التعامل مع الكورونا، ولم تكن لدينا أدوات للكشف أو للعلاج أو مستشفيات أو أماكن عزل، كل هذا لم يكن موجودا في ظل النظام الصحي القديم المتوارث المتهالك. ولذلك عملنا كما عملت كثير من الدول على أنه البداية بإغلاق الحدود، وثبت أنه معظم الإصابات الأولى جاءتنا من سفريات من الخارج. كان هذا القرار قاسيا، لكن كان لا بد منه كما ذكرت لحماية 40 مليون مواطن سوداني بالداخل. ثم كلفنا وارسلنا بالذات في مصر إلى السفارة أموال حتى تستطيع أنه تسكن هؤلاء الناس سكن مؤقت وتعطيهم بعض ما يعني يقيهم مشاكل العيش حتى نستطيع أنه نتخذ القرار. القرار قاسي جدا وتحملنا فيه مسؤوليتنا، إحنا عندنا مسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية وصحية تجاه مواطنينا كلهم، وبالتالي مرات أحيانا لابد من هذا، مثل هذه القرارات القاسية، نعلم وقع قسوتها على الناس. أنا لو فتحت التلفون ده مليء بالرسائل، وبعضها فيه يعني دعوات علينا. الإنسان عندما يكون في موقع المسؤولية يعرف أنه يجب أن يتحمل أي شيء، وأنه أي قرار ممكن يكون عنده جوانب سلبية عليه أن يتحمل مسؤولية. هذا التليفون مليء بالدعوات علينا وعلى أسرنا بالمرض وبالشلل وبأشياء أخرى كثيرة جدا، لكن هذا قدرنا، ونحن على قدر هذه المسؤولية وبنتحمل مسؤوليتنا كاملة في القرار ده. الآن الوضع الصحي نشعر بأنه استقر، وزارتنا ودولتنا بقت قادرة على التعامل مع الجوانب المختلفة لعودة العالقين. تم اتخاذ القرار كما ذكرنا على أعلى مستوى، لأنه يجب أن يعود العالقين، اللجنة شغالة في التجهيز. في نقطتين، يعني أنا بقرأ أحيانا عن تصريحات لبعض الناس، في أشخاص كرام عرضوا المساعدة، قدموا أماكن، قدموا مساعدات، لكن أحيانا قاعد يكون في مبالغة بأنه المكان الفلاني في تمام الجاهزية. الحقيقة ليس هناك مكان واحد في تمام الجاهزية، اللجنة دي قاعد تزور المواقع المقترحة وتشكر كرم القائمين على تقديم المساعدات أو تقديم الأماكن، لكن في تجهيزات لازم تتم، في إعدادات لازم تتم، وتقدير للعدد المعقول من الناس. في ناس يتبرعوا منهم أو من الآخرين، يقول لك داخليات تحت الطلاب ما قاعدة، زرنا هذه الداخليات بتلقى الصرف الصحي فيه مشاكل، الحمامات فيها مشاكل، لا تستطيع أن تأتي بالناس من الخارج ليقيموا في وضع مثل هذا. ففي استعدادات كثيرة قاعد تجري، وفي ميزانية تم رصدها، والعمل يجري، وإن شاء الله في فترة قريبة جدا كما ذكرت يتم مراجعة مسائل القوائم دي، ويعني بعد ذاك التفويج يتم بمشاركة من كل الجهات. دي نقطة. في بعض العالقين ذكروا كتبوا قالوا إنه في بعض الجهات قالت لهم حتدفعوا الأموال الفلانية أو أدفعوا $100 أو كذا. اللجنة العليا للطوارئ الصحية لم تقرر حتى الآن إنه واحد من العالقين يدفع مليما واحدا، لا للسفارات في الخارج ولا للعودة بالداخل، هذا قرار لم يتم اتخاذه. القرار الأساسي إنه الدولة تتحمل مسؤوليتها وممكن تتلقى مساعدات من القطاع الخاص من غير تحميل المواطنين مسؤوليات. في طبعا لما نجي نصنف، نحن عارفين انه في عالقين وفي ناس ما عالقين لكن عائدين، هؤلاء يستطيعوا ان يعودوا على نفقتهم الخاصة، هذا موضوع آخر، لكن نحن لم نقرر ان نحمل العالقين ولا مليم واحد. واي محاولة لانه يأخذ شخص من الواحد من العالقين مليم واحد دي عملية بتاعت احتيال، نرجو انه ما يقعوا ضحية لها.
ولا كلفنا أي جهة أو أي شخص بأنه يأخذ مليما أو حتى يعيد بأنه بمقابل أموال معينة يمكن أن يعيد شخص. دي مسألة في غاية الأهمية. في بعض الأسئلة اللي وصلتنا الحقيقة كان معنا في الاجتماع نهار اليوم الدكتور محجوب منوفلي من وزارة الصحة ولاية الخرطوم، وهي الجهة المسؤولة عن أماكن العزل والحجر في الولاية. الارتباطات لم يتمكن من الحضور معنا في كثر عدد من الأسئلة، بعضها مثلا في أكثر من سؤال جاء بأنه الحظر ده حظر سياسي وليس صحي، وأنه الحكومة لأنها فشلت في تدبير احتياجات الناس. في ثلاث أربع أسئلة جاءت بهذا الشكل. يعني الحقيقة يعني نحن لو جينا في السودان، نحن البلد الوحيد اللي قلنا عندنا مرض اسمه كورونا، من الممكن جدا الزول يعني يفهم ويتفهم مثل هذا الاتهام. هذه جائحة مرض عالمي في كل بلاد العالم، يعني احنا لم نختلقه من العدم ولا من ندعيه. يعني والغريبة انه زي ما في أسئلة زي دي في أسئلة بتقول لنا انتوا قاعدين تخفوا أعداد المصابين، في سؤال انه سؤالين انه أعداد المصابين أكبر مما أعلنتوه، وأسئلة تانية بأنه والله أنتوا بالغتوا في أعداد المصابين عشان تتخذوا بعض الإجراءات وكده. هذا الحظر لأسباب صحية شرحناه عشرات المرات، واللجنة دي بتقعد فيها ناس ممثلين لكل قطاعات المجتمع السوداني بما فيها حتى الحرية والتغيير، بالإضافة للقطاعات المختلفة. لا يمكن أن يجتمع كل هؤلاء الناس على باطلة وعلى مؤامرة يعني سياسية، ولا يجمعهم حتى رابط سياسي واحد. ناس بيمثلوا مؤسسات محترمة جدا لديها مسؤوليات تجاه وطنه وشعبه، فبالضرورة يعني أعتقد أنه الإجابة على مثل هذا السؤال ظاهرة. في سؤال عن ماذا بعد، والحقيقة ماذا بعد هذا السؤال نحن شغالين في اللجنة العليا للطوارئ بيضوا بالجهات الفنية المختلفة، أنه ندرس تجارب الدول الأخرى لنقرر بعد انتهاء الأسبوعين هل سنتقدم بتوصية لتمديد الحظر، أو ربما يكون هذا آخر موقت الحظر، هل هناك بدائل. طبعا دول كثيرة من حولنا الآن بتطبق في تجارب مختلفة، كلها نحن هنحاول نستفيد منها ونرى ما هو السبيل الأمثل لبلدنا. المرض لم ينتهي تماما نعلم ذلك، لكن كما ذكرنا أنه طورنا قدراتنا الصحية الكوادر الصحية وغيرها. في أكثر من سؤال عن متى ستفتح المستشفيات العامة، أو لماذا يعني المستشفيات ما فيها كوادر صحية، ودي برضه المسؤولين في وزارة الصحة معانا في الاجتماعات أجابوا عليها أكثر من مرة. لم يكن هناك أي قرار بإغلاق المستشفيات العامة والحكومية ولا حتى الخاصة، يمكن أغلقت العيادات، لكن التوجيه كان بأنه يركز على الحالات الطارئة على الطوارئ، ولم يتم أي قرار بإغلاق المستشفيات. المستشفيات أغلقت لأسباب مختلفة منها خلوة من الكوادر الصحية. وفي نقطة برضو ذكرها أخوتنا في وزارة الصحة أكثر من مرة عند علاقة بالنظام الصحي القديم. وزارة الصحة دي أكثر من 15 سنة تقريبا يمكن لم تعين أطباء إلا بعدد محدود جدا. الأطباء اللي بيأتوا للامتياز ثم الخدمة، بمجرد انتهاء خدمتهم بيقال لهم في وزارة الصحة ليست لدينا وظائف، وبالتالي بعضهم بيفضل أن يعمل في المستشفيات للتدريب أفضل من أن يبقى في المنزل. المستشفيات كانت تتعاقد معهم باليومية بالمقطوعية، أو مرات يمكن يكون بمقطوعية شهرية، وهناك نواب الأخصائيين ودي أعداد كبيرة منهم، دي بيدفعوا أموال لوزارة الصحة مقابل أن يعملوا في المستشفيات باعتبار أنه هذا جزء من تدريب على التخصص. فوزارة الصحة أساساً ليست لديها كوادر كافية في المستشفيات. عندما جاءت هذه الجائحة وهذا المرض كثير من الأطباء قرروا أن يبقوا في منازلهم، لأن وزارة الصحة ليست لديها التزام مالي تجاههم ولا حتى تأمين صحي ما كان عندهم، ففضلوا أن لا يقامروا. يعني طبعا ده وضعي ممكن أنت تحسبه من جوانب أخرى، لكن من ناحية قانونية وإلزامية لم تكن وزارة الصحة تستطيع أن تلزمهم لأنهم ليسوا معينين في وزارة الصحة، هي دي المشكلة الأساسية. ففرغت كثير جدا من المستشفيات من الكوادر التي كانت متعاونة أو متطوعة أو غيره. وزارة الصحة اتخذت إجراءات بتمويل من وزارة المالية أنه كل نواب الأخصائيين سيتم تعيينهم بمرتبات ثابتة، وستتولى وزارة الصحة تدفع أموال التدريب لمجلس التخصصات الطبية، وشالت منهم عبء كبير. لكن طبعا القرار ده عشان يكون موقع التنفيذ بيأخذ وقت، لكن الإجراءات فيه شغالة. فعشان كده فتح المستشفيات ابتدى تدريجيا، ابتدى الكوادر الصحية تعود إلى المستشفيات، وبالتالي تستطيع المستشفيات أنها تعمل بطاقة متصاعدة. نحن نأمل أنه في فترة قليلة المستشفيات تعمل بطاقتها الكاملة، وبالتالي تستطيع أن تعالج المرضى غير مرضى الكورونا. مرضى الكورونا خصصت لهم أماكن وفي شغل كبير شغال. جزء من الحاجات اللي يمكن ذكروها الإخوة هنا أنه تم تأمين سكن
في عدد من مناطق العاصمة للكوادر الطبية، لأنه بعض العاملين من الكوادر الطبية قالوا أنهم لا يحبوا أن يعودوا إلى منازلهم، ربما يحملوا العدوى أسرهم، ولذلك وفرت لهم وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ بالتعاون معا أماكن سكن لهم، بحيث أنه يبعدوا على الأقل من الأسر لا ينقلوا العدوى. ده جزء من المجهودات الشغالة، الشجع بعضهم على العودة للعمل. مراكز العزل طبعا الناس عارفين أنه كان المركز الأساسي للعلاج هو جبرة، الآن جبرة تم إخلاءه من المرضى لصيانة، يتم فيه صيانة كبيرة جدا، لكن مستشفى المعلم شغال، مستشفى يونيفرسال شغال، هناك أماكن أخرى برج الضامن الاجتماعي وغيره للعزل. أما بالنسبة للعارقين التجهيزات شغالة لتجهيز مراكز أكثر. نحن نتمنى أن نكون جاوبنا على الأسئلة. في كثير جدا من الأسئلة كان بتقول أنه لن تجاوب على أسئلتنا هذه أو لن تعرضوها، وبأمانة نحن كل الأسئلة التي تلقيناها عرضناها على السادة المسؤولين اللي جاب عليها، نتمنى أنه نكون نحن قدرنا أن نجاوب على بعض الأسئلة، وسنواصل التواصل مع الإعلام مع الصحفيين. سؤال واحد جاء من الأستاذ عوض الله النواي، هو اعتبر أنه نحن ما دعينا الصحفيين للمؤتمر الصحفي ده تهرب مننا من مواجهة الصحفيين، وهذا ليس حقيقة. كل الأسئلة ما فيها الأسئلة التي أرسلها جاوبناها، لكن ببساطة ده جزء من الإجراءات الصحية المتبعة الآن في الدولة، تحقيق التباعد الاجتماعي، ومن بينه أنه لفترة طويلة جدا بقينا ما بنعقد مؤتمرات صحفية محشودة، لأنه ده فيه إمكانية لنقل العدوى، وفيه منافاة لكل الإجراءات الصحية نحن شغالين عليها تحت التباعد الاجتماعي. هذا هو السبب الوحيد. مجرد ما تزول هذه الظروف، وزارة الصحة تقول من الممكن الناس يكونوا موجودين بإجراء صحية معينة، إن شاء الله نلتقي مباشرة مع الصحفيين. أشكركم وأشكر كل السادة اللي شاركوا في المؤتمر الصحفي، الأستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية، سعادة الفريق منور عثمان نود نائب رئيس هيئة الأركان إدارة، سعادة الفريق عثمان يونس نائب المدير العام لقوات الشرطة، الدكتورة هبة أحمد الأمين العام للهيئة العامة للاستثمار وممثلة القطاع الاقتصادي، المهندس إبراهيم عدلان المدير العام للطيران المدني، وشكرا لوكالة السودان للأنباء والعاملين بها، ولكل محطات التلفزة السودانية والخارجية التي نقلت هذا المؤتمر الصحفي، ونأمل أن نكون قد أجبنا على بعض الأسئلة، وأبوابنا مفتوحة إن شاء الله خلال المرحلة القادمة. شيء آخر أحب أقوله، أنه هذه اللجنة فيها أعداد كبيرة جدا من العاملين بصمت، نحن تم تكليفنا بأن نأتي لهذا المؤتمر نيابة عن اللجنة العليا للطوارئ لنتحدث، لكن اللجنة دي فيها قرابة 30 عضوا، كلهم بيعملوا في مجالات مختلفة من أجل مواجهة هذه الجائحة ومعالجة الجوانب المختلفة. أنا باسمكم برضو أسمح لي أن أحيي كل أعضاء اللجنة العليا للطوارئ ولجنة غرفة العمليات بتاعت ولاية الخرطوم، كلهم بيعملوا عمل متكامل مع بعضهم البعض. أيضا تحياتنا للقوات النظامية اللي بتعمل في ظروف صعبة جدا وبتواجه صعوبات كثيرة في عملها، ولكل القطاعات المختلفة اللي قاعد تساهم في رفع المعاناة عند المواطنين. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.